يعني ممكن الاصوات الخاطئه ده طبيعي يا انا كابتن انا برجع هيبقى طبيعي هيبقى طبيعي لان العدد اللي داخل كبير. انت وديتنا دلوقتي لقلب الدماغ رهانك على ان الاصوات الباطله ستكون رقم قياسي يخلينا نحترز ونحترس الاثنين من عملية مين العالي ومين اللي مش عالي لان ممكن الاصوات الباطلة تغرق اي واحد. هو طبعا لو عالية عدد حد هتغرق اللي تخرج كلها اصلا. انا بتكلم هنا يعني عارف انت دلوقتي موديني السؤال للاستاذ ايهاب شعبان بصفة انه خبير ومراقب ومتخصص. قبل السؤال بعد اذنك يا صاحب نصر. سؤال مهم جدا. النسبة والتناسب. في الاصوات الباطلة. ما بين الصناديق القديمه والصناديق الجديده لو عرفوا ايه اللي برافو عليك بتكون نسبتها في الصناديق القديمه اكتر يا استاذ ايهاب بس خلاص. طيب السؤال اللي انا كنت عايز اوديه للاستاذ ايهاب وده متعمد اقول بصفته خبير لانه عايز فرق لانه عايز حد خبير هل في ضوء كلام علي الهوجه اللي جت من بعد العصر ربما تكون جات في ضوء الكلام بتاع علي ويتحمل مسؤوليته علي جت خايفة من الالف جنيه الغرامة فعطلت صوتها؟ اكيد. طيب قبل ما الكابتن ايهاب يتكلم الصعب بالمنطق ده على حسب العدد اكيد على حسب العدد هقول لك في عنده نموذج اتفضل انا هعدي حضرتك نموذج في سيده ومعاها طفلين على الرغم من كان في حوالي 5000 على البوابه بس في عبد الناصر الا انها مصره انها تدخل علشان خايفه من الغرامه كمان في ناس كانت واقفه قدام بعد ما تدخل الخيمه الانتخابيه بتقول مش مهم عندي الاسم المهم عندي ال 1000 جنيه الغرامه في مثال ثالث في واحده جوزها مسافر وابنها مش انا بعترض على الكلام بالمنطق يعني يقعد في نادي الزمالك بيدفع مبلغ هيخف من الغرامه 1000 جنيه ونتكلم منطقيه ماشي والله يا اسلام هو ممكن نقولها تتخطى الاثنين ثلاثه بالظبط كده هتنطرح احنا بنتكلم منطقيه يعني تكون ظاهره يعني يا علي اصل انت مش جايب طبقه كاتحه معلش مع احترامي تقول على 1000 جنيه بس بص انها ظاهره بس برضه كانت دافعه من الدوافع قولا واحدا بعد اذنك الناس على الانتخابات قولا واحدا بعد اذنك اللي جاي ينتخب طار السيد جاي ينتخبه بالظبط هو كده كده هيجي بتو مخصوص ما هو هو ما هو في حاجتين كلها يا استاذ عبد الناصر كلها جدا ما نقدرش نقول ظاهره ولكن ظاهرة الأصوات الباطنة اللي هي موضوع الأيمة المفتوحة والمقفولة واللخبطة دي ممكن تكون كتيرة اتفق معاك في بس عبد الناصر عايز اضيفها اخيرا ان الاصوات الباطله هنا مش معناها اعتراض على قد ما معناها عدم فهم الورقه ايوه هو ده اللي احنا بنقوله ده ما كانش معناها اعتراض او ان انا رافض الانتخابات بالعكس اللي كان معناها ان انا مش اصلا مش عارف اصوت لانه في عدد كبير جدا من كبار السن علشان وما كانش في توضيح كبير قبل الانتخابات عن ازاي تعمل ازاي تنتخب وازاي تجلب صوتك كان الموضوع احييك يا علي على الجزئيه دي لان عشان كده دي ظاهره ما يعني يا علي يا علي المرشحين اهتمت بالتراشق ولم تهتم بتعليم الناس تنتخب ازاي انا 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 احييك على النقطه دي لان انا فعلا كنت دخلت لجنه واحد وشفت ناس كبار السن واحد منهم طلب مني شخصيا ان انا اعمل له التصويت واستاذنا من السيادة المستشار ووافق لان صاحب الصوت ما كانش بيشوف كويس واغلب الناس داخلين يعني مع ابنائهم ومع احفادهم واعتقد دول بيحصل عندهم بعض المشاكل ما بين انه مش عارف يدمين وما بين الالف جنيه الغرامه كلام حضرتك ان انا هنا مثلا رئيس اللجنه او امين اللجنه كابتن طارق بيعد عدد الاصوات يعني مثلا في فوق السن في 8 اصوات فانت لو خدت 7 بس انت كده الصوت بتاعك كله باطل فعلشان كده نسبه الاصوات الباطله في نوع يعني في سبب من اسبابها عدم معرفه الناس بطريقه التصويت الصحيح طب هنا النقطه برضو سؤال مهم معلش يا برضو سؤال شخصي ليا انا هل الورقه كامله بتبقى باطله لو العدويه فيها صوت باطل ولا لا على على الفئه نفسها الورقه كامله باطله يا فندم لو في صوت ناقص سواء في سواء في العدويه او في الرئاسه او 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 لا او في اي حاجه لا ما انت خلاص ما بتكتبش الصوت عشان هي دي المشكله نفسه طب معلش يا علي معلش يا علي علي روح للمستشار نفسه لا انا عايز انا بعد اذنك يا علي بعد اذنك عايزينك تسالنا المستشار في السؤال ده يا فندم دي قدام عيني لا يا فندم بص انا متاكد ان الليحه الاسترشاديه الورقه كلها باطله
الورقه كلها بطله يا فندم. انا قدام عيني. خلاص خلاص انت صح، لان الاستماره واحده صح. انت صح، معلش استرشاديه، انت صح، انت صح. تمام تمام. مش جزئيه اللي بيتكلم عن الكابتن طارق السيد، اللي هي الجزئيه يعني ممكن يقبل الرئيس لكن الادويه تبقى تختار صح. لا لا يا فندم، لا لو فيها صوت، لو الورقه فيها مثلا اي شطبه او اي حاجه غلط كده وقت كلها. لا لا مش قصدي كده، انت اخترت الرئيس غلط. الاعضاء صح، في لوائح انديه تقول يقبل الصح. اقبل الصح. لكن دي لائحه ثانيه غير اللائحه اللي بيعمل بيها نادي الزمالك. لكن لو في صوت باطل يسقط الكل. شكرا. في اي حاجه طيب. الورقه كلها تتطبق وتتحط ضمن الاصوات الباطله. ساعود اليك ثانيه يا استاذ علي. صحيح يا استاذ. الاستاذ بلال السيسي ناقدنا الرياضي الكبير في موقع كل الكوره ونحن على الهواء مباشره. يا استاذ بلال، ماذا رصدت في الانتخابات؟ اهلا بك يا استاذ عبد الناصر، واهلا بكل مشاهديكم ومتابعيكم. يعني حاله من الهرجله كبيره جدا في داخل نادي الزمالك، وشفنا تجاوزات بشكل كبير جدا. يعني التجاوزات غير مقبوله في نادي كبير بحجم نادي الزمالك، وشفنا اشتباكات ما بين انصار مرتضى منصور وانصار احمد سليمان في مشهد ملفت للغايه، مشهد غير لائق على مؤسسه كبيره بحجم نادي الزمالك، القطب الثاني في المصرية. فبالتالي كان لازم يبقى فيه ضبط نفسي بشكل كبير، وكان لازم يبقى فيه يعني تعاون بشكل كبير، وكان الحالة من الانفلات الامني داخل النادي، وكان المفروض ان نادي الزمالك يبقى فيه السياسة تحكمه اكثر من كده، ولازم يبقى الناس قدر المسؤولية. ما شفناش مسؤولية داخل النادي، وشفنا يعني تجاوزات بشكل غير مبرر.